يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفه العالم دبي كوكب آخر طبعا أنا اسمي خالد محمود خريج جامعة أمريكية الشارقة تخرجت ب 2018 طبعا كانت فترة صعبة إن الواحد يلاقي شغل لقيت وظيفة في مجال الهندسة طبعا أول شيء بس كان من دون دفع زي ما بيحكوا not paid يعني basically فمن هذيك الفترة حبيت إني أكون أنا يوم من الأيام صاحب عمل ويكون مشروع إلي طبعا إني أشتغل وأبني وأكبر فيه ومن هذيك الفترة أنا كنت عم بشتغل من دون ما أخذ فلوس بنفس الوقت كنت عم ببني لإلي إشي أنا بحبه فكرة الملابس إجت طبعا من إشي زي ما بيحكوا الواحد دائما وين بصرف فلوسه أكتر شيء هذا الإشي اللي هو بحبه فأنا فلوسي أغلبيتها رايحة على الملابس فأنا كنت حابب فكرة إني أسوي إشي للملابس والحمد لله إنه قدرت أتوفق وأبدأ خطوة زي هيك كانت طبعا خطوة كتير صعبة الوالد طبعا دعم أول شيء ماديا لأنه كنت خريج جديد ما كان عندي أي وظيفة أي فلوس بالمرة الحمد لله بديت بفكرة إني أشتغل أونلاين أول شيء نزلت تركيا قعدت اشتري ادور اعمل اشتغل طبعا واجهت صعوبات كثير والحمد لله تفوقت عليها بعد الاصرار والعزيمه بقدر احكي وانه عدم فقدان الياس زي ما بيحكوا الحمد لله قدرت اني ابني علاقات وزباين واكبر من الاونلاين تبعي اول شيء وبعديها الحمد لله لما كبر المشروع معي طبعا مارست بنفس الوقت المهن الثانيه اني توظفت في مجالات مختلفه منها الاي كوميرس منها الفينتك فاينانشال تكنولوجي منها دخلت على مجال السيارات وتنوعت واخذت خبرات كثير ودخلت بشركات ستارت ابس منها الحمد لله اني قدرت اتعلم البيسكس للبزنس فاونديشن زي ما بيحكوا والحمد لله تعلمت كثير شغلات بهذيك الفتره شفت انه في ضغط من ناحيه اني ادير البزنس وبنفس الوقت اني اكمل وظيفتي فقررت اني ادخل اخوي معي مساعد لي كشريك دخل اخوي كشريك الحمد لله قدرنا انا وياه نتفوق في اداره البزنس كبدايه وهذا الحكي كلياته اونلاين بعدنا ما فتحنا اي محل الاونلاين كانت من 2019 ل 2020 تقريبا او 21 جميل. اوكي بعدين الحمد لله قررنا نفتح المحل فتحنا اول فرع في عجمان سوق صيني سمينا الاسم 404 طبعا هون دخلنا شريك ثالث ليدعمنا ماديا وبنفس المهام انه نوزع المهام بيناتنا احنا الثلاث وليد اخوي طبعا محمد شريكي انا بالنيابه عنهم انا المدير التنفيذي للشركه احنا الثلاثه هلا كل واحد فينا عنده مهام في الشركه الحمد لله فتحنا فرع الاول في سوق صيني عجمان تفوقنا الحمد لله خلال سنة تقريبا لنفتح فرع تاني في الشارقة طبعا حب والشغف تجاه هذا البزنس هو اللي ساعدنا انه نقدر نكبر وان شاء الله دائما يعني بنأمل انه نساعد كل الزبناء والعملاء انه يلاقوا احسن كواليتي عندنا افضل الاسعار دائما اشياء ترندية تكون في مجال الملابس ونقدر نخدم الجميع ان شاء الله تميزنا احنا الحلو في مشروعنا انه احنا بننسق للناس تنسيقات بما انه احنا عندنا حب للملابس فانت كزبون نعطيك خدمه اليوم انت بتيجي عندنا اكثر الزباين بتيجي مش عارفه شو تلبس او مش عارفه شو تلبق الالوان عليها فاحنا بنطقم لهم بنظبط لهم الملابس الاطقم بنساعدهم انه بيسكلي يطلعوا من عندنا كاشخين فالحمد لله هاي شغله كبيره ساعدتنا انه نتفوق فيها ده انا مش موجوده في المحلات لو بتروح بيسكلي على محل هلا ما بتلاقي انه شيء سهل انك تقدر تلبس هلا احنا طبعا الاقمشه بتيجي ترندات طبعا لينن قطن عندك اقمشه كثير كل طقم مثلا او كل قماش له موسم
زي ما تحكي. واحنا الحمد لله قدرنا انه اول شيء نبدا في مصادر طبعا موجوده، بعدين الحمد لله قدرنا نوصل لمصانع، من مصانع بدينا ناخذ وكالات، والحمد لله ان شاء الله من نجاح لنجاح يعني بنكون. انا عندي مقوله بسيطه بدي احكيها، انا كثير من اصحابي تخرجوا ايام الجامعه وكلهم هاجروا، انه طلبوا الهجره لانه سبب انه العمل كان هون ضعيف وما في فرص عمل بالفتره اللي احنا تخرجنا فيها مع الكورونا، طبعا مع دخلت الكورونا هاجروا لدول برا. انا كنت ضد هذه الفكره، انا بشوف دوله الامارات اول شيء الامن والامان الحمد لله جدا ممتاز، وبيساعد انه اي شخص من خارج او من داخل الدوله انه يقدر يجي يستثمر او يشتغل او حتى يكون عنده طموح ليكبر بمجال عمله او بمجاله الخاص، طبعا هذا الشيء جدا ممتاز. فلهذا السبب انا قررت اني اكمل واني اواصل واني اعمل واكبر في هذه الدوله، انا متربي فيها مولود فيها، والدوله ما شاء الله اقتصاديا امنيا سلاميا كل شيء بجنن فيها ان شاء الله، من فرع لفرع طبعا ومن مزيد لمزيد. والتجاره طبعا هي بالنسبه لي حب، فان شاء الله بنتوسع من ناحيه الملابس النسائيه للاطفال، ونكبر نكبر اكثر ونكبر ان شاء الله نصير براند عالمي ان شاء الله. انا صراحه اعتبر حالي ابن بلاد اعتبر حالي ابن بلاد، يعني متربي مولود في البلد، والحمد لله ما بحاجه، ما احتجنا، ما نقصنا اي شيء، وما قصروا معنا ولا شيء الحمد لله. شكرا من القلب طبعا على هذه الفرصه الجميله، وعلى ان احنا مقيمين عندكم في هذه الدوله الجميله. شكرا لكل الدعم، وشكرا لكل شيوخ الامارات طبعا، وشكرا للصحافه اللي ساعدوا في 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 دعمنا اكثر، وشكرا لوالدينا والاقارب والاصدقاء. من البدايه طبعا بشكر والدين صراحه، هم اللي دعموا طبعا ماديا ودعمونا من ناحيه الاستمرار والعزيمة طبعا، عدم الاستسلام، هذا الشيء لا بد منه. والأصدقاء الحمد لله دائما موجودين ومتوفرين حوالينا أنهم يدعمونا، والحمد لله على كل من دعمنا، وشكرا لكم طبعا. طبعا الفرع الأول عندنا في سوق الصيني عجمان، محل رقم DA 140 في بلوك دي، أقرب بوابة له بوابة 5 أو 6. الفرع الثاني في شارع في مويلة التجارية الثانية، بنبعث لكم اللوكيشن، حتى اذا حطيت اللوكيشن على جوجل مابس راح يطلع لكم 404 ايرور اسم المحل. هذا الفرع الثاني، وعندنا طبعا الموقع الالكتروني فيكم تطلبوا عن طريقه. هلا يا كل هالعالم، في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم، دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح